طيب نمضي بك إلى الانتباه ومنها نقرأ فك حظر تمويل العقارات أصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه على البنوك بموجهات التمويل للعام 2023 سمح بفك حظر تمويل السيارات والعقارات وبتمويل الشاحنات والبصات والحافلات وتمويل الركشات والمواتر بثلاثة عجلات وسمح المنشور بتمويل الاراضي للاغراض الزراعيه بما في ذلك تجهيزات واعمال الري وحظر بنك السودان المركزي على المصارف تمويل المتاجره في العمله الاجنبيه وشراء الاسهم والاوراق الماليه وسداد عمليات تمويليه قائمه ومتعثره وسداد عملي عمليه المتاجره في رصيد الاتصالات واستخداماته بجانب شراء الاراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمه وشراء الذهب ومخالفاته بالاضافه إلى حظر تمويل الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية يعني كيف تقرأ بهذه الخطوة من آآ بنك آآ السودان فك حظر تمويل العقارات والسيارات بالمصارف في هذا التوقيت وهنالك ربما استقرار في سعر العملات الأجنبية وطبعا البنوك في السودان من المفارقات العجيبة إنها ما قاعدة تقوم بوظائفها الأساسية هي عبارة عن خزن الناس بتودع فيها أموال وبتحصل عليها والحسابات اللي فيها كلها حسابات حسابات جاري يعني ما ما ما, ما, ما قاعده تحقق اي ارباح للناس المودعين بل احيانا ولازم دي حصلت في الفتره السابقه كانت في مشكله بتاعه سيوله صحيح. الناس اللي اودعوا اموال وما قدروا يتحصلوا عليها البنوك في العالم دي كلها بتقوم بعمليه تمويل للعملاء وحتى الغير العملاء يزول عنده حساب فيها بتموله اذا كان عايز يشتري سياره عايز يمتلك بيت ودي المشكله المواجهه الشباب في السودان الان انه كيف يقدر يحصل على تمويل لمشروعه او كيف يقدر يحصل على سياره او كيف يقدر يحصل على بيت ودي قضايا من الابجديات العالم تجاوزها تماما بل البنوك, البنوك في العالم كله عندها اموال طائله وما قادر حتى يعني ما لاقيه ناس بيطلبوا تمويلات الا في السودان الان الناس استبشروا بهذه الخطوه بانه ربما فعلا البنك المركزي ادرك انه البنوك دي الان فقدت وظيفتها، حتى هي طلعت من المقاصه، ما قادره تصفي الشيكات ما بينها. هو اتجه لهذه الخطوه، لكن اتضح بعد لاحقا في هذا المنشور بانه ما المقصود هو تمويل السيارات الخاصه ولا البيوت، المقصود هو تمويل السيارات الكبيره اللي هي بتعمل الحافلات الشاحنات. كذلك الركشات ودي حاجات معروف بان في السوق وهو بيأخذ عليها نسبه ارباح عاليه كذلك المشاريع المتع المشاريع الزراعيه التقاوى ودي كلها يعني حاجات كبيره جدا ومحتاجه لضمانات واضح انه هو يمشي خطوه في خطوه بعد خطوه لانه متخوف ان هذه المزالين تكون عندها تبعات على ارتفاع اسعار الدولار واضح صحيح. إن المساله دي جزء من توجهات ميزانيه 2023 ولكن يمضي بالتحفظ عليها لانه وضع شروط صعبه جدا لمساله التمويلات هذه. الان الـ هل سوف يكون هنالك اقبال للحصول على تمويلات وهل حاتفي البنوك دي بانها توفر تمويلات للجهات الراغبه في الحصول عليها؟ ده هو السؤال المهم ام سوف تتراجع مره ثانيه؟ حتى الان المنشورات بنك السودان دائما بيصدر كثير جدا من المنشورات وبيتراجع عنها وده دليل طيب توقع على تتوقع ان يتراجع عن هذا المنشور؟ طبعا اذا اذا فعلا كان هنالك اقبال وطلبات كبيره جدا من جهات فعلا حريصه على انها تحصل على تمويلات ممكن يتراجع او يقلص على او يصعب مساله الحصول على هذه التمويلات زي ما قاعد يحصل يعني عاده وهو البنك المركزي نفسه يعني ما قاعد يضخ لهذه البنوك أموال كافية البنوك يعني اغلب هو تكاد تكون يعني مفلسه راس ماله ضعيف جدا كله وحتى كان في اقتراح بانه تدمج عدد من البنوك في بنك واحد كله ثلاثه بنوك تدمج في بنك واحد عشان راس المال يكون عالي عشان تقدر تفي باحتياجات على الاقل عملاء يعني ضحكه من الطالبين للتمويلات <applause>